ابن مدينة الفنون حلب، تلميذ المسرح وابن أبيه بالتمثيل، بدأ مسيرته الفنية بأواخر ثمانيات القرن الماضي، تنقل بين المسرح والدراما التلفزيونية، قدم أدوار عدة وشخصيات مختلفة، لم يتوقف عن نوع معين بالتمثيل، عمل بالكوميديا والدراما الاجتماعية والبيئة الشامية وغيرها. ولما تكن مدينة حلب بعيدة عن أدواره، فشارك بعدة أعمال تناولت البيئة الحلبية، وبصوته القريب للقلب غنى لحلب. النجم محمد غير الجراح، يسعد صباحك استاذ محمد، اهلا وسهلا فيك بصباحنا غير. صباح الخير، وصباح الخير يا اهلي بحلب، وان شاء الله هيك الايام الجايه فيها الفرج، وعلى واحلى عباره بيقولوها الحلبيه وقت اللي بدي يتغزلوا بحدا او بدي يوجهوا له تحيه، بعتقد انه هي بتختصر كثير فلسفه هي المدينه او العمق تبعها، انه بيقولوا ابوس روحكم أبوس روحكم، أبوس روحك، مو أبوس وجهك، أبوس خدك، لا، أبوس روحك، أبوس روحك حلب، مسكونين بحلب دائما، وكل اللي عم يصير فيها طائر العنقاء رح ينهض إن شاء الله. يعني أهلا وسهلا فيك ويسعد صباحك. حضرتك مو أول مرة بتكون ضيفنا وصباحنا غير، ودائما بتنورنا يعني، ومنكون كتير سعيدين بتواجدك معنا. متواجدين بسعادتك. يعني خلاص منا على بعض. يعني أستاذ محمد، بما أنه عم نحكي بلشنا بتحية لأهل حلب، كمان أنت وجهت تحية بصوتك بغنية رح بتضلي، خبرنا عن هي الغنية لحلب. هلا انا حكيت كثير صار عن الغنيه، وبس ما بمنع انه نحن نرجع نحكي شوي. الغنيه فيها اعتزاز بمكانه هي المدينه، ان كان عندي او عند السوريين او عند العرب او بالعالم، في اعتزاز فيها بكل انجازاتها عبر الاف السنين من التاريخ. حسيت بوقت من الاوقات وقت اللي صارت فكره الغنيه، انه انا كنت عم دور على شيء بدي اعمله لحلب، بدي هيك شيء شغلي يعني فعلا تفش الغل. وكان انه التقيت بمضر شغالي الشاعر الحلبي، وحكالي عن الموضوع، كان هو كاتبها للغنية لحدا تاني، او يعني هو كاتبها بس مو عطيها، يعني ما عطيها لحدا تاني، انه بدي اقدمها لشي حدا يغنيها. فانا عجبتني الفكرة فيها، لانه فعلا فيها اعتزاز كتير في المدينة، ولحنا صديقنا احمد فؤاد، وتم هيك الانتاج بشكل تعاوني بيني وبين شركة سرياتيل. انعملت الغنية، ويمكن هلا بلشت تنعرض فيديو على التلفزيون. الأغنية كتير حلوة ومحببة وهيك، ونحن رح نسمعها ونشوفها مع بعض. نرجع أكيد نكفي حديثنا معك إن شاء الله. بتضل مسطر ابوابك، عز اللي في كل مغلي حبة ترابك، من المدايم بتضل مسطر ابوابك، عز اللي في كل مغلي حبة ترابك، ايه، وقلبي
أم المداين فيك الحناين، أم المداين فيك الحناين، رجالك تفديكي روحها تعطيكي، رجالك تفديكي روحها تعطيكي، شهبة بماضيكي بتضلي بتضلي وراح بتضلي، أم المداين يا شهبة أم المداين. تحيتنا لأهل حلب يعني ولشهبة المدينة يلي عاش بقلوب كل السوريين. أكيد يعني حلب الطرب الأصيل. قديش بيعني لك أستاذ محمد الغناء الحلبي؟ شوف حلب يعني أساسية، يعني كمغنى أساسية من أساسيات الوطن العربي الحقيقة، والمغنى بالشرق الحقيقة. شو بيعني لي الحقيقة؟ بلد غني كتير، يعني غني جدا بالمطربين والأصوات، وجهات النظر الأدائية، وجهات النظر الموسيقية، رغم أنه هي بتحمل طابع معين، يعني بيطبع كل الشغل اللي بينعمل بحلب بالمغنى والموسيقى له هوية، هي لأنه هو متعدد الأمزجة. يعني هلأ حتى أنا قلي مراء شوي غريب، أنه أنا مثلا باخد غنية مغنية زيد من الناس، جمع مثلا مين مغنية لهي الغنية، فإذا منحطهم وراء بعض عن جد منسمعهم منحس فعلا اختلافات وأمزجة، وهذا دليل على مدى الغنى الإرث الفني والموسيقي الكبير عند الحلبيين. يعني نحن الحلبية بس يجتمعوا، يعني بس يبركوا هيك بشي بركة مع بعضهم، لازم يكون في آلة موسيقية، ما بتزبط إذا ما في آلة موسيقية. على القليلة في دربكة، ما دربكة راح وطالع وطنجرة إذا كان الظرف ما بسمع، ودغري عملوا جو له علاقة بالمغنى والمرح والطرب، وحتى بالتمثيل. يعني أنا حتى من وقت صغير، من قبل ما يعني اشتغل مع بابا مسرح، كنت التقى عند ناس أصدقائنا وناس قريبينا، فكانوا يعملوا تمثيليات صغيرة فاني. يعني قالي أهل أمي، كان في شخصين كتير غالين على قلبي الله يرحمهم، اثنين عبد الرؤوف وعبد الفتاح، كانوا يعملوا شيء هيك كتير شبيه من الشغلات اللي بيعملها لوريل وهاردي، بس يعملوها بشكل ارتجالي وحلو. وبعدين تقلب على مغنى إجباري، حتى بجلسات النسائية أو بالجلسات الرجالية في مغنى أكيد. حضرتك كمان يعني من وقت ما نبعد كتير كمان بدار الأوبرا عملت مونولوج بتعاون مع أخوك كمان، غنيتوا عن التراث وأغاني تراثية كمان. غنينا شي لبابا، بابا عمل مجموعة منيحة من المونولوجات. هلا بس يذكر شغلي قبل ما نفوت على المونولوج، الحلبية إذا بروحوا روحة حمام رجالي أو نسواني، بيخلصوا الحمام والتليف والصابون وبطلعوا بعده برا بالبراني، وعن جد في وجبة أكل مرتبة، لازم يكون في يا كباب يا مشاوي يا برغل بندورة أو شي شغلة، وراها مباشرة أكيد في شي ساعة مغنى أكيد حتما. بالنسبة للمونولوج، وزارة الثقافة السنة عملت بادرة كتير حلوة، عملت مهرجان لإحياء فن المونولوج وأخذوا رموز الحقيقة، طبعا على رأسهم الفنان الكبير، يعني يمكن يكون هو من أهم الناس اللي عملت مونولوج بالشرق الأوسط والوطن العربي وبسوريا على وجه الخصوص، الأستاذ رفيق سبيعي. كان له ليلة خاصة، وفي ليلة تانية عملت من وحي شخصية أنور البابا أم كامل، الشخصية الطريفة اللي ما بتدعى أبو رشدي حكمة محسن الله يرحمه، ونعملت ليلة ثالثة لعبد الوهاب الجراح. بالليلة الثالثة غنينا أنا وعمار أخي مجموعة من المونولوجات اللي قايلها بابا، وضفنا عليهم مونولوجات أنا جديد يعني عاملها، ضفنا عليهم مونولوجين وغنينا غنية حلب بليلتها. هلا كنا عم نحكي تحت الهوا مع الجروب تبعنا، المونولوجات بتحسيها معموله هلا، يعني كانه عم بتصور هذا الزمن. خلينا نقول شيء منها؟ ايه بنسمع. ايه يلا خلينا نقول شيء. منقول في اي طريفه كثير، انه عملنا مشهد انا وعمار انه شو احسن صنعه بالعالم. فهل هو الطبيب؟ هل هو المهندس؟ هل هو
المذيع هو المخرج هو الممثل؟ لا 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 بقول له لا. بقول لي شو هي احسن صنعه بالعالم؟ فبقول له الجوخ. بقول لي ايه فهمت عليك، انه واحد يبيع جوخ. قلت له لا مو يبيع جوخ، يمسح جوخ. فعامل غنية عن تمسيح الجوخ بيقول فيها جوخ جوخ مسح جوخ، جوخ جوخ فرشي جوخ، جوخ جوخ مسح جوخ، جوخ جوخ فرشي جوخ، بتعيش شنفوخ طبخك مطبوخ، كرشك منفوخ ما بتعود بتدوخ، بس يا عزيزي مسح جوخ. قبلي علمونا صنعة حدد نجار مبلط، قبلي علمونا صنعة حدد نجار مبلط، بس هلأ عصر السرعة مين عد بالصنعة يزبط؟ بدك شي وصل قوام أحسن صنعة بهالأيام، روح يا عزيزي مسح جوخ، روح يا عزيزي مسح جوخ، حط العفة بالقفة وامشي بهالدرب العالي، حط العفة بالقفة وامشي بهالدرب العالي، ادي بنادي لو عمك والدب قلو يا خالي، بتكون واحد بتصير ألف والرسمال شوية بلف، بس يا عزيزي مسح جوخ، بس يا عزيزي مسح جوخ. يعني تمسح الجوخ يمكن هذا من قديم لهلا، ما تغير هذا الحقيقة. طبع البشر موجود، طبع البشر، طبع البشر انه هن بيحبوا تمسيح الجوخ. هذا شيء كان مكتوب من قبل ورجعتوا انتم كمان غنيتوا، هذا معمول من شيء حوالي 25 سنه. هلا في اغاني تانية معموله عن جنب كلامه خطير، يعني في وحده مثلا بتحبوا اقول لكم شغله تانية معلي تفضل على الميكروفون. ايه بيقول خليك بحالك يا لساني، خليك بحالك لا تحكي كاني ولا ماني ولا تشغل بالك، يا ما حكينا ويا ما شكينا، يا ما حكينا ويا ما شكينا، ويا ما تعبنا وهي علتنا، لو في حدا يسمع كلمتنا كنا سمحنا لك يا لساني، يا ما حكينا ويا ما شكينا وترجينا الناس، ما في واحد رد علينا واللي حكيته انداس، المحتكر بغدره زاد ولا خلى ببلدنا زاد، وانت يا درويش شحاد تتعيش عيالك، ايه يا ما حكينا ويا ما شكينا، يا ما حكينا ويا ما شكينا، ويا ما تعبنا وهي علتنا، لو في حدا يسمع كلمتنا كنا سمحنا لك يا لساني. بس كأنه أدن من طين والتانية من عجين. يعني شيء جميل. خلينا شوي نرجع بالزمن لورا، وأولى أعمالك التلفزيونية كانت مع المخرج هيثم حقي بخان الحرير، عمل عن البيئة الحلبية. تمام. يعني البعض بيقول إنه البيئة الحلبية والتناولته للدراما السورية عبر البيئة الحلبية يعني كان شوي مقصر بحق البيئة الحلبية. اليوم أنت شو بتقول؟ هلا كلمة مقصر بعتقد إنه قليل، يعني هو أكتر من مقصر. والحقيقة بوقت من الأوقات الراحل الكبير الأستاذ عمر حجو، يعني عراب حلب دراميا، اشتغل على موضوع كتير مهم هو عملية تشجيع الإنتاج بحلب. يعني حتى أعمال مثل خان الحرير والثريا بالبدايات كان وراهم الأستاذ عمر حجو عبر أكتر من شركة إنتاج، سعى عبر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فيما سبق وقت كان في مديرية إنتاج، قبل ما يصير المؤسسة العامة للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، أنه يكون في حصة محددة للإنتاج في مدينة حلب. هلا المعوقات، يعني أنا اللي كنت يعني أتردد على أكثر من مدير له علاقة بالإنتاج بدائرة الإنتاج بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، كانت الحجة دائما هي موضوع النصوص والكذا. هلا يمكن يكون هذا الشيء، بس بعتقد إنه لو كان في نية حقيقية لهذا المكان لحتى نعمل عنه درامات، وخاصة إنه هو غني أدبيا، يعني ما بس إنه هو غني فنيا، يعني إحنا عنا مجموعة من الروائيين والكتاب والفنانين والمخرجين والممثلين و إلى آخره، بعتقد إنه بعمل مو مسلسل، بعمل محطة تلفزيونية لحاله.
يعني برأيك ما في نقص بالنصوص؟ بلا، في نقص كان في، هلا حجتهم كانت بالمديرية الإنتاج إنه في وسبب النقص إنه ما في كاتب، إنه ما في هذا. بعتقد إنه لو كان في نية حقيقية كان ممكن يستكتب، وهي صارت بوقت من الأوقات بالمؤسسة نفسها، يعني بالمؤسسة الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني، لجأت المؤسسة لأحد الكتاب واستكتبته كاتب مختص يعني بكتابة الدراما، كتبته مسكته نص روائي حلبي وقالت له عملنا يا مسلسل. طبعا ما صار بسبب الظرف اللي مرقت فيه البلد وحول إلى مسلسل شامي. طيب طيب برأيك قديش كمان يقع يعني هذا الموضوع على عاتق أشخاص هن المفروض يكونوا من حلب لحتى يمكن هن يكونوا فهمانين البيئة الحلبية وينقلوا هاي الصورة لألك شغل عن هاي المدينة؟ الخبرة الحقيقة هي في صياغة السيناريوهات وليس في المواد. يعني يمكن يكونوا الحلبيين بيشتغلوا مسرح أكثر، روائيين أكثر، لكن قصة الصناعة التلفزيونية وهي نقل نص روائي او قصه او حكايه الى عمل تلفزيوني مفصل بطريقه اخرى، لانه بالروايه بتقري شيء والمفترض نشوف شيء على الشاشه شيء ثاني. هلا هي عمليه التحويل هي اللي حقيقه اللي كان يمكن يكون في هيك نقطه ضعف، بس كان ممكن تنحل بانه نحن نكلف حدا من برات مدينه حلب على نص روائي على مسرحيه. والحقيقه صارت، يعني صارت اكثر من عمل، يعني في عمل نص مسرحي كاتبه الأديب الكبير أبو خالد الأستاذ وليد إخلاصي، مقام إبراهيم وصفية، انعمل عنه نص تلفزيوني اسمه باب المقام، انعمل عنه نص مسلسل، لكن يعني لا السيناريو قدر يوفي المسرحية حقها ولا الإنتاج اللي أنتج العمل وطلع العمل يعني قدر يوفيه حقه تماما. مو مثل أعمال تانية مثل خان الحرير اللي كان في إدارة عملية كتير كبيرة، كان من الجهة المشرفة وعلى رأسه الأستاذ عمر حجة والأستاذ هيثم حقي بوقتها وقت اللي انعمل المسلسل على نص لروائي كبير هو الأستاذ نهاد سيريز، طلعت نتيجة فوق الجميلة. يعني هون ما أهمية أنه يشارك الممثل والفنان بهالعمل يكون كمان من نفس البيئة، يعني كمان مشاركة كانت لفنانين من حلب. هلأ معظم المشاركين كان يكونوا من حلب، وكان يكون في مشاركين من أرنة تانية، لا ممكن يكون في مواصفات. هلأ أنا هذا ما بشوفه نحن بدنا ننتج بيئة حلبية ولا بدنا ننتج للحلبيين الممثلين. لا، الفكرة أنه نحن قديش فينا ننتج للبيئة الحلبية. بعتقد يعني هلأ إذا ردنا نحكي شوي، يعني مثل ما نعمل مسلسل عن أبو خليل أباني بالشام، كان بسوى ينعمل مثلا عن موسيقي كبير مثل علي الدرويش. وبعتقد أو مثلا في علامة كبير بحلب بسوى ينعمل عنه مسلسل وفيلم ومعاصر مش كتير بعيد، يعني العلامة محمد خير الدين الأسدي، هذا من يعني من الشغلات العظيمة اللي أنتجتها حلب. واحد راح عمل مجهود شخصي لوحده بدون ما تكلفه أي جهة، راح عمل وثق اللهجة الحلبية بالمفردات عبر كتاب من 7-8 مجلدات. طبعا عملية توثيق اللهجة وثقت التاريخ بقلبها ووثقت مرجعيات، يعني عمل بحثي أكل بعتقد مع خير الدين الأسدي حوالي 20 سنة لحاله، وبعدين مات عايف حاله درويش كتير. بعتقد أنه هذا شخصية وكان له تجارب علمية وقال له حتى مروح ايده يعني شخصيات واماكن يعني وفلكلور وصناعات وعادات مختلفه يمكن ان توثق. يعني اذا بنحكي تاريخي نحن فينا نحكي عن فترات مضواية كثير بحلب، كان بسوى ينعمل عنا مسلسلات بصيغه او باخرى. الحمدانيين، ابو فراس وسيف الدوله، كمان هدول شخصيات كان ممكن يكون في عنا دراما عليهم، شخصيات فنيه او ادبيه، يعني رسامين ممكن نعمل عنهم إن كان من خلالهم نوثق المدينة. يعني إحنا نأخذ حكاية هذا الشخص ونوثق المدينة ونروح تفاصيلها أكثر. يعني كمان أستاذ محمد البعض بيقول أنه حتى الأعمال الحلبية المنتجة ما كانت عم تنقل صورة تماماً عن البيئة الحلبية، يعني كانت بيقولوا أنه هي اللهجة الحلبية وحكي باللهجة في الحلبية. في أعمال الحقيقة ترفع لها القبعة، يعني في عمل بعتقد انه هو من ابرز الاعمال اللي عملت لحلب، كان بتوقيع المخرج رضوان شاهين اللي هو مسلسل باب الحديد. وهلا المسلسل عن جد فيه نبض
حلبي كتير قوي، والعمل الثاني هو خان الحرير كمان فيه نبض نبض خان نبض الحرير حقيقي. أثر بكتير أثر كتير بالعالم إيه يعني، بس هو مو بس لهجة هلأ كل شيء العمل بعده يعني فكرة فهم اللهجة وفكرة فهم البيئة. فيني قلد اللهجة أنا، بس أنا ما فيني يكون هاضم البيئة إذا ما كان في كنترول له علاقة بهاي البيئة. كنترول حقيقي يعرف هاي الحيثيات تفاصيل. لهيك يعني مهم إنه يكون هو الممثل ابن بيئته يعني. هلأ منحكي عن الشامي يعني الأعمال اللي بتعمل شامي بيضل نبض بسام الملا بأعماله فيها نبض قوي كتير بالشامي أكتر بكتير من الأعمال اللي بتحاكي البيئة الشامية. بنعمل شكلها بيئة شامية بس بيضل بهديك في نبض حقيقي. هلأ نفس الشيء بخان الحرير وبباب الحديد وبعدها بكوم الحجر مع رضوان شاهين في قصة النبض اللي بيحسه اللي قائد العمل كنترول العمل المشرف على العمل مخرج كان أو شيء تاني بيحسه وبيطلعه. هذا كان يطلع تطلع فيه حلب. هلأ في أعمال كتيرة أخرى كانت تطلع القصة عن تمشيحات يعني حلبية. يعني اليوم بختام حديثنا شو بتحب توجه كلمة بلشناها يمكن الكلمة بيقولها حديثنا واليوم شو حابب تختم؟ هلأ بحابب أختم بغنية عم بعمل غنية هلأ لحلب غنية جديدة معنا هيك بس بي رح نقلكم شوي منها دقيقة. نعم الغنية كاتبها شاعر حلبي أنطوان مبيد ولحنها خالد ترمانيني. بنقول فيها عرم بالشال الأبيض يا خاي عرم قلبك ياسمين معرش كفك من عم والملعب قلعت حلب والخطوة فخر وحساب ولما منحكي عن نسب يا خاي قدم. شكرا كثير لك استاذ محمد، شكرا كثير لوجودك معنا اليوم. شكرا شكرا كثير لك. شكرا.